دراما رمضان بقى ان شاء الله متواجده. ان شاء الله إيه بقى؟ مسلسل مع الفنان الجميل اللي انا بحبه جدا، ابني بصراحه يعني، الفنان القدير محمد رمضان. وعندي مسلسل تاني مع ابني اللي في شارع عبد العزيز عمرو سعد، وعندي الاب الروحي الجزء الثاني. كفايه بس ما شاء الله تاتش وود. لا 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 جميل. انت هتقر. وعندي مفاجاه حلوه قوي قوي بقى مع الفنان اللي انا بعشقه، اللي مصر كلها بتعشقه، احمد السقا. ده لسه بقى ان شاء الله. ده لسه ان شاء الله ما شاء الله. كل الجنات الدراما المصريه انت معاهم السنه دي. ايوه ان شاء الله ان شاء الله. وامهم بقى في كل الاعمال ولا ما اعرفش لسه والله. دي مفاجاه بس ده خبر ليك انت نيو يعني، ما قلتوش ابدا. اكسكلوسيف بقى طبعا.